يتوافد المواطنون على معارض أهلا رمضان في سوهاج بالتزامن مع بدء شهر رمضان الكريم، وأشاد المواطنون بتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الشهر الكريم وبأسعار مخفضة عن الأسواق، فيما تشهد الشوادر متابعة من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة مع ضمان جودة المعروض من السلع. استمر حتى نهاية شهر رمضان، ويوجد بالمعارض جميع السلع الغذائية، ويوجد بجوار المعرض معرض للحوم ومعرض للخضروات والفاكهة طبعا، والمعرض به تخفيضات هائلة خلال شهر رمضان في متناول الجميع. جيت واشتريت الحمد لله رز ومكرونة، وفعلا جيت الجودة عالية وأسعار جميلة وكل حاجة كويسة ومتوفرة والحمد لله. معرض كبير والحمد لله، متواجد فيه كل شيء، كل حاجة بأسعار معقولة. الأسعار هنا حلوة، واللحمة ب 300 جنيه غير برا، والمكرونة والرز برضك كله حلو، والزيت وكل حاجة هنا حلوة.